السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. كيف ماشي اخوتي؟ الفيديو اللي خلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، السيدة اللي حلت لايف ودخلوا عندها الناس وقالت لهم اللي دخل ودار لي لايك الله يعطيه قصر في الجنة، واللي دار لي ديسلايك الله يعطيه السرطان في سبعه. فحشوم وعيب وعارض على الناس، فيقدر بعض المرات يكون من المتبعين ديالك ودخلوا معجبته شي حاجه في الفيديو غادي يدير لك ديسلايك، عجبو الفيديو غادي يدير لك لايك، فهذيك كتبقى حريه شخصيه ديالو كيعبر عليها. فغادي نخليكم مع الرد ديال الفنانه كوثر براني ومايا، حيت ما عجبهمش الحال كيف ما عجبش الحال بزاف ديال الناس. غادي نخليكم مع الفيديو. وصلوني بزاف ديال ميساج كوم با بوسيبل على الفيديو اللي حطيت، مي سي غراف. انا راسي انا راه ما مولفاش فريمون اني كندخل في هادشي هذا بتاتا، انا ديما متفرجه من بعيد، ولكن لاول مره فريمون طلع لي الدم بواحد الطريقه انكرويابل. كيفاش هاد قلت الوعي وقلت الادب وقلت 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 وقلت. المهم بزاف ديال الحوايج وصل ليها هاد الناس، وهاد كثرت الطمع وكثرت الجشع وكثرت ديك الفلوس البارده اللي باغي نوصل لها باي طريقه كانت، باي طريقه كانت باش يوصل بنادم يقول لك الا درتي لي ديسلايك غادي الله يعطيك الكونسير. بليز خاص فريمون يوتيوب، مع عشان الاداره ديال يوتيوب المغرب فين كاينه ولا ما عنديش على فكره، يوصلوا لواحد المرحله ان اون فوا يكون هذا تحبس الفيديو بالقناه بالويلك حل. سمحوا لي على الكلام، ولكن راه سي انسوبورتابل هادشي، سي انسوبورتابل. الله يعطيك الكونسير الله يا اختي. وراجل حدا امين لا حول ولا قوه الا بالله، الله يبقي يستر فريمون، الله يبقي يستر. كاينه واحد لا كاتيجوري ديال الناس سور لي ريزو سوسيو اللي عمري ما نقدر نتخيل نهضر عليهم، ميم با ما كنتفرجش فيهم، واخا كيبانوا ليا لي كابسول ديالهم ولا دي فيديو جو ريغارد، ميم با ما كنتسوقش. ولكن باش تلي ليام بانترنيت وتبداي تلقاي واحد لا كاتيجوري، واحد دي سبيس اومان كدعي عليك بالكونسير الا درتي ديسلايك، لا سي كاتاستروفي. لا خاص تدخل باش يتحيد لهم التليفون وتحيد. قلت لكم انترنيت راه ما مديورش لواحد الفئه كبيره، انترنيت اي اون تكنولوجي اللي باقي واحد الفئه ما مستعدش ليها. انا غير اللي غدي عليا تقول لك الله يعطيك الكونسير اللي درتي ديسلايك، الا انا دايره 1000 ديسلايك. فالله يهدي ما خلق. شكرا لكم اخوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.